سينياجور الكولياتور يتمكن من تسجيل هدف التعادل من جديد. هدف التعادل لفائدة فريق الرجاء. ومن جديد الرجاء يعود في نتيجة المباراة. تابعوا من جديد التمريرة ديال عبد الجليل جبيرة في اتجاه زكريا حدراف. حدراف يتمكن من المراوغة، رفع الكرة، محسن ياجور في المكان المناسب كيتمكن من تسجيل هدف التعادل لفائدة فريق الرجاء الذي يعيد عقارب لساعة هذه المباراة كيد لنقطة البداية. لاحظوا الرأسية ممتازة وبالتالي هدف الثاني لفائدة فريق الرجاء. وبالتالي المباراة كنقول بأنها غتاخذ منحى آخر. لاحظوا غاريدو، خوان كارلوس غاريدو، كمال الزواغي في حركية في المكان أكيد المخصص له. إذا الهدف محسن ياجور ذكر بأنه هو الهدف 16 لمحسن ياجور، بالتالي كيبقى دائما على مستوى الرياضة ديال الهدافين. عبد الرحيم شاكر، كرة في الجهة اليسرى في اتجاه زكريا حدراف، الكرة كتخرج للشرط. كل شيء وارد في مباراة اليوم. بإمكان شباب أطلس خليفرة يخرج منتصر في هذه المباراة، بإمكان الرجاء تعود بنتيجة الفوز، هو اللي كيخلي أن هناك إثارة، هناك تشويق في هذه المواجهة.